أذهب مباشرة إلى مراسل القاهرة الإخبارية في واشنطن الزميل رامي جبر. رامي، بايدن لم يتحدث بتفاصيل كثيرة مختلفة هذه المرة، تحدث أن حلف الناتو متمسك بأكثر مما سبق، ربما تحدث عن مساعدات ستستمر لأوكرانيا، وهذا كلام ربما كرر كثيرا، لكن لماذا برأيك اختار بايدن أن يلقي هذا الخطاب الحماسي من وارسو وليس من كييف التي غادرها للتو؟ مرحبا أحمد. اختيار أوروبا لإلقاء الخطاب هذا يعني بداية الأمر، وهذا هو المهم بالنسبة للإدارة الأمريكية. الرسالة التي أراد أن يوجهها بايدن أن يختار أرضا أوروبية قريبة من أوكرانيا حتى يوجه منها الخطاب. كان بمنتهى البساطة يمكنه عندما يوجه هذا الخطاب بمناسبة اقتراب عام على الحرب الروسية الأوكرانية، كان ممكن أن يلقيه من البيت الأبيض، ولكنه أصر أن تتزامن هذه الزيارة لبولندا ولكييف أيضا والتي كانت مفاجأة للجميع، أصر أن يكون هذا الخطاب من بولندا القريبة جدا من أوكرانيا وروسيا حتى يوصل رسالة للحلفاء الأوروبيين ولأوكرانيا بأنه مستمر في دعمهم وأنه حريص على أمن وسلام أوكرانيا وحريص أيضا على الأمن الأوروبي، ورسالة أخرى إلى موسكو أراد أن يوجهها لهم ويقول لهم أننا أصبحنا أقوى من ذي قبل. اختيار هذا المكان كان بمثابة رسالة موجهة لكل الأطراف سواء الحلفاء أو الخصوم والأعداء. أما أنه إذا لم يلقي هذا الخطاب، لماذا لم يلقي هذا الخطاب من كييف؟ فالإجابة بسيطة جدا، الأمور في كييف ليست على ما يرام. هذه أول زيارة لرئيس أمريكي في التاريخ الأمريكي إلى أرض حرب نشطة كما يطلق عليها بالمصطلح الإنجليزي أو الأمريكي، هي أول زيارة لرئيس أمريكي لأرض حرب نشطة، حيث أنه لم يسبق لرئيس أمريكي أن زار منطقة حرب أثناء حدوث الحرب. ربما زار جورج بوش الابن في وقت سابق زار العراق ولكنه زارها بعد انتهاء الحرب، وربما زار رؤساء أمريكيون آخرون مناطق كانت تحارب فيها القوات الأمريكية ولكن كان ذلك بعد انتهاء الحرب، ولكن أثناء الحرب يزور رئيس أمريكي منطقة تشتعل فيها المعارك، فهذه كانت مخاطرة كبيرة جدا. وبالفعل يعني هذه الزيارة وصفها الجميع في البيت الأبيض بأنها الأصعب والأكثر تعقيدا في تاريخ الرؤساء الأمريكيين، لذلك لم يكن من السهل أبدا على الرئيس الأمريكي جو بايدن ولا على أجهزة الاستخبارات الأمريكية أن تؤمن خطابا بهذا الحجم من كييف، ولكن الأمر أسهل وأيسر كثيرا في بولندا وفي العاصمة وارسو بالتحديد مع كثير من الاستحكامات الأمنية، وخرج هذا الخطاب كما سمعناه جميعا. وكانه كان خطاب لتوسعة رقعة الحرب رامي، وخاصة أنه جاء بعيد خطاب ألقاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فبالتالي يعني لا رجعة، لا خطوط رجعة تراها واشنطن في هذه في هذا الصراع ويدخل عامه الثاني، لا رؤى أمريكية في الداخل الأمريكي للتهدئة. أعتقد أنه اليوم أوضح بايدن منهجه في هذه الحرب وقال إن الكرة في ملعب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هو ألقى الكرة بمنتهى السهولة في ملعب بوتين وقال الأمر بسيط، هذه الحرب تتوقف، وأنا هنا أنقل كلمات بايدن، هذه الحرب تتوقف عندما تنسحب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية وعندما يقرر الرئيس بوتين إيقاف هذه الحرب. هذا بالضبط ما قاله الرئيس الأمريكي جو بايدن، قاصدا بذلك أن زمام هذه الحرب ليس في يد الأوكرانيين، ليس في يد الأمريكيين ولا حلفائهم الأوروبيين، بل هو في يد روسيا. روسيا إذا انسحبت تنتهي الحرب، ولكنه في الوقت نفسه قال أن أوكرانيا إذا توقفت عن القتال وعن الدفاع عن نفسها فإنها ستختفي من على الخريطة، وأن الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيون مستمرون في دعم أوكرانيا حتى النهاية ومستمرون في تقديم كل دعم للأوكرانيين في هذه الحرب ضد روسيا. إذن هنا الولايات المتحدة في الوقت الراهن ليس لديها أي رؤية واضحة حول تهدئة، إذ أنها قال المسؤولون الأمريكيون في أكثر من مناسبة إن بوتين وروسيا من خلفه ليس لديهم أي نية
لإيقاف هذه الحرب في القريب العاجل، ولذلك على الغرب دعم أوكرانيا في مقاومتها ضد روسيا كما تحدث المسؤولون الأمريكيون أكثر من مرة. أيضا بايدن تحدث وكأنه قائد هذه الحرب وليس داعم لكييف رامي، يعني ووعد أيضا بحوالي نصف مليار دولار لأوكرانيا، وهذا يضاف إلى مبالغ كثيرة جدا قدمت في السابق لدعم أوكرانيا. في الداخل الأمريكي كيف يرى الجمهوريون مثلا استمرار الرئيس الأمريكي في إعطاء هذا الدعم المادي الكبير جدا وهي في ظل أزمة اقتصادية؟ دعني أقول لك إن الجمهوريين في هذا الأمر متفقون من حيث المبدأ مع إدارة الرئيس بايدن، ولكنهم يختلفون في بعض التفاصيل. المبدأ هو دعم أوكرانيا ضد روسيا، وهذا يتفق فيه الجمهوري والديمقراطي على حد السواء. هم يرون أنه يجب أن يتم تقديم دعم أمريكي لأوكرانيا في حربها ضد روسيا حتى يتم الحد من الخطر الروسي، والخطر الروسي شيء متفق عليه في جميع الإدارات الأمريكية سواء كانت جمهورية أو ديمقراطية. أما التفاصيل فهم يختلفون على بعض التفاصيل. بعضهم يرى أن حجم الدعم مبالغ فيه أو كبير جدا، وأنه من الأولى أن توجه بعض هذه النفقات وبعض هذه الأموال إلى الداخل الأمريكي لمساعدة الولايات المتحدة في أزمتها الاقتصادية. البعض الآخر لا يرى غضاضة في تقديم الأموال، ولكنه يصر على مسألة مراقبة هذه الأموال أين تذهب وفي أين تنفق، لأنه كانت هناك تقارير كثيرة تتحدث عن مسؤولين أوكرانيين حصلوا على هذه الأموال ولم يستخدموها في شراء مساعدات أو أسلحة أو أي شيء، بل استولوا عليها. لذلك يطالب الجمهوريون بمراقبة هذه الأموال باستمرار. نعم، رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية في واشنطن، أشكرك جزيل الشكر.